يسعدنا أن ينضم معنا السيد سعيد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة فعاليات التابعة لمجموعة أدنك. نرحب فيك اليوم سيد سعيد معنا. واليوم إذا ما تحدثنا عن النقلة النوعية بين دورة 2021 ودورة 2023 بالنسبة لأيدكس ونابدكس من جميع النواحي، شو تخبرنا؟ تشهد دورة الإمارات العربية المتحدة دورة استثنائية لمعرضي أيدكس 2023 ونافدكس 23، ويعني الدورة تقام تحت الرعاية الكريمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير 23. ما يميز هذه الدورة بداية هو مرور 30 عام على انطلاق الدورة الأولى في عام 1993، فهذه مناسبة مهمة بالنسبة لنا نحن على مسار معرض أيدكس بالذات. يعني الحمد لله، يعني نحن نقدر نقول أن الإقبال قوي جدا على المعرض من حيث المشاركين والزوار، ومن خلال قناتكم المميزة التغطية موجودة في أرض المعارض هني الحمد لله نرى هذا الزخم والعدد الكبير الموجود فيها. نعم طبعا، يزور المعرض هذا قطاع كبير من كبار المسؤولين وكبار القادة العسكريين والوفود الرسمية والوزراء، وأيدكس يعتبر منصة مهمة جدا للجميع، حيث أن تحوي على شركات عالمية وإبرام الشراكات المطلوبة داخل أيدكس كلها تعطي هذا الزخم لحضورهم، ويعطي ميزة خاصة لمعرض أيدكس، يعني بحيث أن منصة ضخمة جدا عالمية موجودة لزيارتهم. طبعا من خلال الزيارات هذه كذلك هناك روابط قوية وعلاقات تربط كثير من الشركات والدول والحكومات، وهذا الملتقى المناسب لهم لعرض هذه اللقاءات فيه. اليوم سيد سعيد، إلى أي مدى يساهم هذا المعرض في نمو وتطوير الصناعات الإماراتية اللي نشوفها؟ طبعا نحن نتحدث عن الحمد لله بفضل توجيهات ودعم ومتابعة القيادة الرشيدة، المعرض أيدكس عمل قفزات كبيرة جدا. نحن اليوم نتحدث عن 1353 شركة مشاركة بنسبة 50% في الزيادة عن دورة 2021، وبنسبة 285% عن الدورة الأولى في عام 93. هذه دلالة على النمو المستمر لمعرض أيدكس وآثارها التي في النهاية مردودها على الصناعات الوطنية وتطورها وإنشائها. الحمد لله نحن نتكلم عن حوالي 200 شركة وطنية تشكل 17% من مجمل الشركات المشاركة في المعرض، وتملي مساحة حوالي 24,000 متر مربع، من جملة مساحة المعرض الكلية حوالي 165,000 متر مربع. هذه كلها دلالة على هذه القفزات الصائرة في معرض أيدكس. طبعا ينظم هذا المعرض بجهود كبيرة جدا من مجموعة أدنك وبالتعاون مع وزارة الدفاع التي دائما ترعى الصناعات الدفاعية المحلية وتدعمها. الحمد لله نحن عندنا 65 دولة مشاركة، المشاركة هذه يعني بزيادات مستمرة نسبة 10% من 2021، وننظر إلى مشاركة الأجنحة إلى 41 جناح بنسبة 17% عن 2021. كمان هناك عندنا 9 دول جديدة، وهذا دائما باستمرار نرى الدول الجديدة التي دائما يعني تدعم المعرض وتشارك فيه، فالحمد لله لأول مرة 9 دول جديدة معانا في المعرض. الصناعات الإماراتية تستفيد من هذه المنصة الكبرى لعقد الشراكات وعقد اللقاءات والاجتماعات لنقل التكنولوجيا للشركات المحلية بفضل التوجيهات اللي صايرة عندنا الحمد لله. أيضا سيد سعيد، يعني اليوم إذا ما نتحدث عن أبرز الصناعات الإماراتية اللي نشوفها اليوم في أيدكس وعليها يعني اهتمام كبير وأيضا تركيز كبير. طبعا الصناعات الدفاعية زي ما تعرف الآن اليوم في العالم يعني تركيزها على استخدام الذكاء الاصطناعي في كثير من الصناعات المتطورة الآن. الذكاء الصناعي والأنظمة المسيرة هي الآن اللي ماخذة النصيب الأكبر من التطوير اللي صاير.
كذلك يعني استخدام الأنظمة الخفيفة اللي تساعد العسكري في الميدان لسرعة أداء واجبه في الميدان وسرعة تنفيذ المهام المطلوبة منه. كل هذه الأنظمة يعني الآن موجودة عندنا في معرض آيدكس، لذلك عملنا لها مسار سميناه مسار الابتكار، وحددنا عدد كبير من الشركات التي يعني قدمت في معرض آيدكس منتجات مبتكرة جدا عشان سهل للزوار كذلك زيارتها. بالإضافة إلى المنتجات الجديدة عملنا لها بعد قوائم ودعمناهم فيها ووضحناها للجمهور بموجب قوائم موجودة عندنا في المعرض على أساس تسهل عليهم الاطلاع عليها. أعتقد أن الحمد لله يعني آيدكس وصل إلى مرحلة أن كل الشركات العالمية تعرض منتجاتها الجديدة داخل آيدكس، كل ما هو جديد فيها. نعم، كل ما هو جديد وتعمل النسخة الأولى لها وتعلن عنها في معرض آيدكس. نعم. اليوم طبعا في هناك جلسات حوارية، بعض الفعاليات الجديدة اللي تم التطرق إليها وعرضها لأول مرة في معرض آيدكس، باختصار اللي نتعرف على أبرزها. نحن طبعا الجديد اللي عملناه في آيدكس المرة هاي بالإضافة اللي تحدثت عنه، عندنا رعاية الشركات الناشئة. يعني كل الشركات المبتدئة أو الناشئة لها منصة خاصة بيها، بالإضافة إلى المنصات الموجودة. شفنا الحين تونا الحين إحدى الجامعات عندنا اللي تري المنصات الشركات الناشئة أو المشاريع الناشئة لطلبتنا الموجودين في الجامعات. الحوارات الموجودة اليومية في معرض آيدكس هذه إضافة جديدة لإتاحة الفرصة للخبراء والمختصين في هاي المجالات للحديث عن الأنظمة يعني التكنولوجيا الدفاعية الموجودة في العالم اليوم، لكذلك مشاهدتها من قبل أكبر قطاع من الزوار الموجودين داخل المعرض. نحن سوينا على 3 أيام، فهذه متوفرة. كذلك نحن نستضيف مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة في معرض آيدكس. بعد العديد من الفعاليات موجودة يعني تعرض في آيدكس على هامش هذا المعرض. في نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، سيد سعيد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة فعاليات التابعة لمجموعة عدن، كل الشكر لك لهذه المعلومات.